قسنطينه، هجوم سريع وخاطف من الكره في الرواق ممتازه ناحيه بوتريعة، هل يتفوق؟ لا، امام ضيف، الحكم يقول ضربه جزاء. اوي 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 اوي، الحكم عاشور يقول فيه ركله جزاء، الحكم عاشوري تدخل واشار الى ركله جزاء. اوي 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 اوي، في وقت صعيب جدا الحكم عاشوري بن طوال وركله جزاء، هل ستكون هي المنعرج في المباراه؟ بامكانها ان تكون منعرج المقابله. امام الكره من دولي بولمدايس، بالفعل عين على الكره وعلى الشباك وينتظر حتى تقدم الاسعافات للحارس طوال عثمان. امامنا عثمان في لحظه التركيز امام الهداف بولمدايس، قلت عين على الكره وعين على الشباك، من سيتفوق؟ طوال عثمان ام صاحب الاختصاصي في تسجيل وتوقيع الاهداف بخمسة أهداف، هل سيرفع رصيده إلى ستة ويرفع رصيد شباب قسنطينة لهدفين، ويتمكن بولمدايس من رفع رصيد شباب قسنطينة الذي يتفوق الآن بهدفين لصفر، وفرحة كبيرة وفرحة كبيرة. يبدو لي الكحل هو الذي سجل، نعم بالفعل الكحل هو الذي نفذ ضربة الجزاء.